يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: رجل كلما دخل المسجد لأداء صلاة الفريضة يسجد قبل تحية المسجد سجود الشكر ويقول: إن سجود الشكر مشروع وأنا أعبد الله بما شرع. لا، هذا لم يشرع، هذا لم يشرع لنا عند دخول المسجد أن نسجد سجود الشكر، إنما شرع لنا تحية المسجد، شرع لنا تحية المسجد. قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. أما سجود الشكر عند دخول المسجد هذا بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. نعم.